بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. احنا خلاص النهاردة تحديدا هيكون عندنا حاجتين في المباراة الأولى، أو في مباراتين النهاردة. المباراة الأولى مباراة النادي الأهلي ضد نادي البلاستيك، وهي مباراة الودية الأخيرة قبل بداية مباريات الدوري أو المباراتين المتبقيتين في الدوري العام المصري، مباراة المقاولون العرب يوم الأربعاء القادم، ومن بعدها إن شاء الله مباراة نادي الزمالك. النهاردة آخر التجارب الودية للنادي الأهلي في مباراة بنعتبرها مهمة جدا 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 من كل الأوجه. النهاردة من الممكن جدا أن نرى تشكيل النادي الأهلي هيلعب إزاي، من الممكن جدا أن احنا نرى مفاجآت في تشكيلة النادي الأهلي. هنشوف مستر مارتن لاسارتي هيلعب في مباراة المقاولون القادمة إزاي من خلال مباراة اليوم. كل التوفيق طبعا للنادي الأهلي. دي بالنسبة للمباراة الأولى. المباراة الثانية احنا مستمرين مع حضراتكم من دلوقتي تقريبا لغاية الساعة 1 بالليل. مباراة النادي الأهلي هتبدأ الساعة 6 وطبعا تنتهي مثلا على 8 إلا ربع. بعد مباراة النادي الأهلي هنتكلم شوية عن مباراة النادي الأهلي والبلاستيك الودية، وبعد كده بقى ننتقل إلى الحدث التاريخي، حدث نهائي كأس الأمم الإفريقية. الجزائر ستلاقي، أو المنتخب الجزائري سيلاقي منتخب السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية مصر 2019. هنتكلم كتير عن الموضوع ده، ولكن بعد نهاية مباراة النادي الأهلي. نرجع مرة تانية للنادي الأهلي. النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة زي ما حضراتكم عارفين، بعد نهاية آخر مباراة النادي الأهلي خد أجازة، أو لعيبة النادي الأهلي خدوا أجازة، وبعد كده رجعوا من الأجازة حوالي أسبوع أو 10 أيام. هنا قعدوا في القاهرة في ملعب مختار التتش اتمرنوا شوية، وبعد كده راحوا على أسبانيا في مدينة أليكانتي، واحدة من المدن الجميلة جدا في أسبانيا. وكان معسكر رائع الحقيقة بكل المقاييس، معسكر كان جيد جدا جدا في بكل المقاييس خلال الفترة السابقة. بعد كده رجع النادي الأهلي يوم الثلاث أو يوم الثلاث أو يوم الأربع، بعد كده خد أجازة يوم وابتدى التمرين مرة أخرى. وكان من المفترض أن تكون مباراة البلاستيك امبارح يوم الخميس، ولكن تم تأجيلها يوم للنهاردة الجمعة. مباراة ودية هنشوف من خلالها ماذا فعل مستر مارتن لاسارتي في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، واحدة من أهم المباريات أو واحدة من آخر المباريات اللي هنتفرج عليها إن شاء الله نطمن من خلالها على فريق النادي الأهلي. سريعا جدا الحقيقة برضو أقول لكم بعض الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي. إن شاء الله النادي الأهلي بيلعب مباراته الودية الأخيرة النهاردة استعدادا لاستئناف الدوري العام المصري. كان في كلام على أن رمضان صبحي من الممكن أن يكون متواجد في المباراتين القادمتين سواء مع المقاولين أو الزمالك، ولكن وصلت تأكيدات من الاتحاد المصري لكرة القدم للنادي الأهلي بأن رمضان صبحي هيلعب المباراتين القادمتين، لأنه بالفعل مقيد مع النادي الأهلي من شهر واحد اللي فات، وبالتالي رمضان هيكون إن شاء الله موجود وجاهز للمباراتين سواء مباراة المقاولين العرب أو مباراة نادي الزمالك. نعرف طبعا وجود رمضان ده هيزعل وهيتعب ناس كتير، بس ماشي يعني هو رمضان كده يعني ماشي هو موجود. طيب الجهاز الفني ايضا بيؤكد تحسن حاله كريم نيدفيد وسعد سمير، الاثنين الحقيقه لسه مصابين، ولكن تحسن حالتهم واضح جدا من خلال المعسكر. كل اللعيبه كانت موجوده في المعسكر، كل اللاعبين الحقيقه برضو عملوا شغل رائع جدا في المعسكر. هقول لكم برضو على شويه حاجات كده حصلت في معسكر اسباني. الأهلي بيطلق التطبيق الرسمي لخدمة أعضائه ومتابعة أخباره في كافة الفروع. نادي الأهلي بيطلق رسميا تطبيق أعضاء الأهلي ممبرز، وهي المرة الأولى في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. يقوم فيها نادي بإصدار تطبيق، هو الأبليكيشن اللي بيتحط على التليفون، أبليكيشن خاص يقدم جميع الخدمات لأعضاء. يعني من خلال هذا الابلكيشن تقدر تسدد الاشتراكات بتاعتك، تخش على الابلكيشن تمشي على الخطوات اللي موجوده تسدد الاشتراكات الخاصه بالنادي الاهلي. طبعا سداد الاشتراكات ايضا يمكن للعضو سداد اي رسوم من خلال هذا التطبيق. الحصول على بطاقه العضويه من قسم الاشتراكات او عن طريق خدمه التوصيل للمنازل. الحقيقه هتلاقي برضو في هذا التطبيق جميع المطاعم اللي موجوده والمنيوهات المطاعم الموجوده في النادي الاهلي في المقرات الثلاثه للنادي الاهلي. طبعا هتلاقي برضو من خلال هذا التطبيق مواعيد التدريبات الخاصه بالفريق في مختلف المراحل السنيه. ايضا من المقرر اضافه خدمه سداد اشتراكات مدارس الالعاب ورسوم الرحلات وباقي الانشطه المختلفه الى التطبيق
قريبا. يتضمن التطبيق قسما خاصا بالشكاوى والمقترحات والاستفسارات، ويتم من خلاله التواصل مباشرة بين أقسام إدارة النادي مع الأعضاء لتلبية رغبته. يتضمن التطبيق أيضا قسما بأخبار خاصا بأخبار النادي الأهلي والفعاليات اليومية التي يشهدها على مدار اليوم. الحقيقة حاجة رائعة جدا، حاجة محترمة جدا. قد ايه احنا بنتطور، العالم كله بيتطور من حولنا، ولكن كالعادة الحقيقة بيظل دائما النادي الأهلي هو النادي الأول الذي يطبق كل التكنولوجيا الحديثة. التطبيق ده زي ما حضراتكم سمعتوا هو التطبيق الأول في أفريقيا والشرق الأوسط كالعادة. يعني النادي الأهلي دايما بيبقى في المقدمة سنتين ثلاثة كده، وهتلاقوا بقية بعد سنتين ثلاثة هتلاقوا بقية الأندية بتعمل هذا الموضوع. طيب الحقيقة هي دي اللي كانت الأخبار اللي عندي. أنا عارف كل الناس متشوقة الحقيقة للنادي الأهلي ولأخبار النادي الأهلي، وإن هم يشوفوا فريق النادي الأهلي بيلعب مباريات النهاردة. عشان كده قررت إدارة قناة النادي الأهلي إن هي تنقل هذه المباراة على الهواء مباشرة لحضراتكم. مباراة مهمة، مباراة صعبة للعيبة، صعبة جدا للعيبة، لأنها هتلاقي بقى إن اللعيبة النهاردة كل واحد عايز يظهر أفضل مستوى ليه عشان يلعب المباراتين القادمتين، مباراتي الحسم في الدوري العام المصري. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل ثلاثة من نجومنا الكبار: النجم الكبير الكابتن فتحي نصير، النجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم، النجم الكبير الكابتن أحمد بلال. اتكلموا معانا عن مباراة النادي الأهلي والبلاستيك الودية، بالطبع هنتكلم عن المعسكر الأخير للنادي الأهلي، ولكن سيكون تركيزنا اليوم على هذه المباراة. طبعا لو جالنا تشكيل منتخب الجزائر منتخب السنغال هنقوله لحضراتكم أثناء اللقاء. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل نجومنا الكبار. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. عوده مره اخرى للنادي الاهلي ومباريات النادي الاهلي. النهارده مباراه وديه ان شاء الله يوم الاربعاء القادم، اولى المباريات الرسميه بعد نهايه كاس الامم الافريقيه. ولكن بدايه خلوني ارحب بنجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن فتحي نصير. ازيك كابتن فتحي؟ كابتن اسلام حضرتك ايه؟ كله تمام؟ نقول كل سنه طيب، ولا بمناسبه نهايه الموسم ولا بدايه الموسم؟ هنتكلم فيها حالا، نشوف هنقول ايه، لان الحقيقه كلام كتير قوي وكلام مهم جدا ممكن نقوله في هذا الموضوع. النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم، ازيك يا كابتن شريف؟ كابتن اسلام مبارك يا كابتن، كله تمام الحمد لله. ايضا النجم الكبير كابتن احمد بلال، ازيك يا كابتن بلال؟ الله يخليك، ازيك؟ كله تمام الحمد لله، منورين. طبعا النهارده سعاده، النهارده الناس الاهلاويه كلهم الحقيقه مبسوطين. الناس عماله تبعت لي مبسوطه جدا بعوده النادي الاهلي للمباريات مره اخرى. طبعا النادي الاهلي بالنسبه لجمهوره هو بعد مصر طبعا هو كل شيء يعني، وبالتالي خلاص مصر طلعت من البطولة، فالناس كلها بتنتظر النهاردة وشايفاكو في مباراة ودية مهمة جدا جدا للنادي الأهلي. كابتن فتحي خليني أبدأ مع حضرتك بما حدث خلال الشهر اللي فات. الشهر اللي فات أجازة بعد نهاية المباريات، أجازة وبعد كده معسكر في أو 10 أيام هنا، وبعد كده 10 أيام في أسبانيا، وعودة أجازة يوم واحد، وبعد كده مباراة ودية اللي هي الأخيرة مباراة البلاستيك النهاردة. رؤيتك إيه للفترة اللي فاتت بالنسبة للنادي الأهلي لغاية المباراة النهاردة؟ الحقيقة بس نقدر نتكلم فيها فضل. ونقول النادي الأهلي هو نادي القرن، فهو نادي القرن في كل حاجة. نعم. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إن إحنا شفنا الموسم ده، إحنا لسه كنا بنتكلم هل هنقول نهني أنفسنا ببداية الموسم الجديد، لأن السادة المشاهدين هيشوفوا النادي الأهلي في سوقه الجديد مع بداية موسم، ولا إحنا هنختم الموسم، يعني هنختم الموسم بماتشين وبعد كده نرجع تاني نبدأ؟ محدش عارف الدنيا إيه، يعني الفرح بيتعمل قبل الجواز ولا الجواز بيتعمل قبل الفرح، الدنيا محدش عارف أي حاجة في أي حاجة. لكن النادي الأهلي قدر يتعامل مع هذه الفترة بحرفية وباحترافية. نعم. حرفيه واحترافيه من اداره النادي والجهاز الفني. طبعا اداره النادي لها فكر كروي ان اللعيبه دي ما نقدرش نسيبهم طول الفتره دي من اخر مباراه لعبوها حتى هنيجي نلعب ونستمر في المباراه الدوري،
واحنا قلنا قبل كده حضرات ان مفيش فرقه في العالم في العالم من يوم الكره ما اتعملت، من يوم الاتحاد الدولي ما تاسس في 1904 حتى الان مفيش فرقه تطلع في الهرم ذو القمتين، الهرم له قمه واحده. فانت دلوقتي توهتنا، انت وصلتنا للقمه عشان احنا نحتفظ على قمه الدوري، ثم سبتنا لمده شهرين وبتقول لنا تعالوا نطلع للقمه تاني. دي حاجات جديده في الكوره وغريبه في الرياضه، لكن النادي الاهلي زي ما بقول تعامل بحرفيه انه ايه، جمع لعيبه، جمعهم هنا ما بعدهمش عن الملعب، اعتبر الموسم طويل، سافر بره، راح اسبانيا. يمكن الملاحظه كانت المباراه، لو تلاحظوا المباراه ضعيفه ما فيهاش نديه ما فيهاش قوه. وليه ما فيهاش نديه ما فيهاش قوه؟ لان ما يقدرش يرتفع بمستوى قوه المباريات، واللعبة لسه كمان مش حاولوا يوصلوش للتوب فورم، هم كانوا في التوب فورم من شهرين، فهو عايز يطلع بس يرجعهم الملعب، يعني يرجعهم سلام انهم يغيروا او يطبقوا فكر المدرب في الفتره دي. تمام. هي كان الغرض منها في الشهرين دولت اللي هو اتعامل معاها النادي الاهلي. تمام. كابتن شريف، الفتره اللي فاتت برضو كانت فتره صعبه زي ما الكابتن فتحي شرح وقال، ولكن في النهايه استطاع النادي الاهلي ان يتخطى هذه المرحله الصعبه الحقيقه اللي هي نهايه الموسم وبدايه الموسم ونهايه الكلام اللي هو الحلمنتيشي ده اللي بيتقال. طيب، ففي الاخر انا عايز اسال حضرتك عن ان مباراه اليوم بقى، خلينا نخش في المباراه النهارده، مباراه هيفكر ازاي مارتن لاسارتي في مباراه اليوم؟ والله هو انا عايز اقول لك على حاجه، هو النادي الاهلي موضوع يعني محطوط في وضع اللي هو القوام الاساسي للمنتخبات مش لنفسه بس، مش لانهاء بطوله او بدايه بطوله او كل شيء يعني. ف خلينا نرجع في المعسكر بتاع اسبانيا يا كابتن، شفناه لعب قوام اساسي في المباراه الاولى اللي هي عملها تجريبيا، لان اللعيبه بتاعته كان فيها يا زي ما كان فتحي هنسيبهم في حاله زهق ويطلعوا بره القصه، اللعيبه كانت مفروض ان هي تبقى موجوده جوه البطوله الافريقيه، لقت نفسها اصلا مش موجوده، فبقى عندهم حاله استنفار حتى انهم عايزين يلعبوا كوره اصلا، انك انت تلحقهم وتلمهم وتحطهم في المود والجو العام انك انت عايز تقفل البطوله اللي هي كانت لازم تتقفل. فهو مركز الراجل وعارف هو عايز ايه، عايز الماتشين بتوعه اللي هم يوم الاربعاء المقاولين والزمالك. لا مالناش دعوه بالزمالك، عنده كم ماتش او بيراميدز او لا، اتكلم على الاهلي او الاوضاع يعني. يعني قصته ان هم زي ما انت قلت كابتن، احنا في قناه النادي الاهلي احنا مش زي، لكن احنا بنعمل ايه؟ احنا بنتكلم عن شيء واحد فقط، هو النادي الاهلي، بس مالناش علاقه بقى مين بيعمل ايه ده، ده بيعمل ايه وده احنا في حالنا احنا. نعم. الشكل حتى اتبلغ الاتحاد الافريقي بالاول والتاني، انا مش عارف ازاي دي حصل، فاحنا علينا احنا بنشتغل شغلنا احنا، مالناش دعوه باي حاجه ثانيه. دي من تكمله للحاجات اللي انت الغريبه اللي انت كنت بتقول اللي حصلت في الدوري ده اللي هو مليان بطولات، بطوله عربيه وبطوله افريقيه وبعدين اسناد بطوله افريقيه، الحاجات دي كلها هو ده الوضع اللي فيه النادي الاهلي النهارده الى مباراه البلاستيك اللي هي بتتلعب الحبايه دي. فهتقابل حاجات كتير قوي بينك وبين اللعيبه، ازاي توضب لعيبتك تاني، ازاي تدخلها في المود تاني، ازاي تلمهم تاني، ازاي تجيب اللعيبه اللي راجعه وخارجه من بطوله اصلا مكسوره نفسيا جماهيريا كل شيء يعني. فهي عمليه كبيره جدا، فهو الحل الوحيد ان زي ما انتوا قلتوا النهارده عيد ان احنا راجعين تاني لبطولتنا لدورينا لحياتنا. اكيد الناس بتقول لحضراتكم يعني، الناس فرحانه جدا يا كابتن فتحي يا كابتن بلال، مبسوطين جدا عمالين يبعتوا لي والنهارده مين معاك والنهارده هتعمل ايه وحاجه غريبه والله احنا ما كناش متوقعين الماتش ده. ماتش ايه ده؟ تلعبوا مين؟ يعني بقت في حياه تانيه، تقدر بسرعه تجري الدم تاني في الشرايين بالنسبه للكوره في مصر، او خاصه للنادي الاهلي او الدوري العام او 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 او، ونخرج بقى من البوتقه اللي هي بتاعت المنتخب بما حدث فيه، بما سلبياته بما ايجابيات البطوله الكبيره اللي مصر استفادت منها. مش مهم اكننا خسرنا في الدور الثمانيه، خسرنا في السيمي فاينل او ما قدرناش خلاص يعني انتهى الموضوع واتكلمنا في الموضوع بكل كتير. السوشيال ميديا اللي عايزه تطلع منه لحد دلوقتي ازاي نخش على جو عام جديد. النادي الاهلي دلوقتي ان شاء الله بيركز في الجو العام اللي هو للبطوله اللي يقدر يحافظ عليها، وننتقل بعد كده الى محطه اخرى ازاي هنبتدي الموسم اللي بعده. تمام. بلال، مارتن لاسارتي زي ما كابتن شريف بيقول هيبتدي يفكر بقى، ويعني اكيد هل وضع ايده على اللي هو عايزه ولا لسه مستني النهارده يشوف بعض الامور؟ بمعنى ان هو مثلا عايز يلعب اسلام باكرايت، هل مثلا ما بين اسلام وبلال ان هما الاثنين اللي هيلعبوا باكرايت، ولا هو خلاص في دماغه ال11 اللي هيلعبوا دايما؟
لا اكيد الامور بتختلف يا اسلام من وقت لاخر من يوم للتاني، على حسب، مش هقول على حسب امكانيات اللعيبه، لكن امكانيات اللعيبه واضحه قدام المدير الفني يعني، ولكن على حسب الحاله البدنيه اللي موجوده عند اللعيب النهارده. في مثلا ممكن يكون لعيبه الجاهزيه البدنيه عندها قليله شويه، ممكن واحد لعيبه تكون الجاهزيه الفنيه لسه ما دخلتش الفورمه، في لعيبه بتاخد وقت طويل يا كابتن شويه عشان تدخل في الفورمه بتاعتها، وفي لعيبه بتختصر الامور وبتاخد وقت قليل جدا. يعني دايما اللعيبه اصحاب اللياقه البدنيه او اللي بيعتمدوا على اللياقه البدنيه بشكل كبير جدا وهو ده المين بتاعهم، دول ممكن يطول شويه، ياخد شويه وقت يا كابتن شويه، على خلاف اللعيبه الثانيه اللي عندها امكانيات فنيه ومهارات عاليه جدا، دول بياخدوا وقت اقل لانه بيدمج الحاجتين في بعض، يعني شويه من اللياقه البدنيه من المخزون اللي موجود على الامكانيات والمهارات الفنيه اللي موجوده عنه، فبالتالي يعني بيرجع بسرعه، العوده بتاعته بتكون سريعه. فالنهارده مستر لاسارتي في كل حاجه يا شباب ممكن اقطعك بس عشان معايا تشكيل النادي الاهلي لمباراه اليوم، مباراه البلاستيك الوديه، خدوا بالكم التشكيله. طيب محمد الشناوي في حراسة المرمى، حسين الشحات ناحية اليمين، محمد نجيب ورامي ربيعة اثنين سنتر باكس، علي معلول ناحية الشمال، ثلاثي في وسط الملعب عمرو السلية وحمدي فتحي وحسام عاشور، ثلاثي في وسط الملعب حمدي فتحي وعمرو السلية وحسام عاشور، ثم وليد سليمان ناحية اليمين ورمضان صبحي ناحية الشمال، وفي الأمام وليد أزارو. يعني برضو حضراتكم واحنا قاعدين كده بنتكلم عن التشكيل مرة أخرى، تشكيل النادي الأهلي: الشناوي في حراسة المرمى، علي معلول ناحية الشمال، حسين الشحات ناحية اليمين، نجيب محمد نجيب ورامي ربيعة اثنين سنتر باكس، وعمر السلية وحسام عاشور وحمدي فتحي ثلاثي في وسط الملعب، هنعرف بقى من كابتننا تحليلهم لهذا التشكيل. أيضا رمضان صبحي ووليد سليمان، وفي الأمام وليد أزارو. ده تشكيل النادي الأهلي لمباراته أو في الشوط الأول لمباراته الودية أمام نادي البلاستيك. اتفضل يا بلال. نكمل في التشكيل ولا ما قبل التشكيل؟ لا خلص كلامك وبعد كده نبدأ في التشكيل. بس فعايز أقول لك إن هو كل حتى المباريات الودية اللي قبل كده هي مباراة لدخول اللعيبة بس، أو يعني إعادة استعدادهم تاني للفورمة الفنية، هو مش عايز منهم إن هو يعمل يكسر الدنيا في الماتش الودي، لأن خد بالك الماتشات الودية يا كابتن كلها زي ما احنا شفنا كلها ماتشات ضعيفة، كلها ماتشات قليلة، الغرض منها إنك ترجع الفورمة الفنية تاني، الغرض منها إنك تدخل في الفنيات بشكل أكبر مرة تانية عشان تستعيد عارف الفورمة بتاعتك صح. مرة تانية، ما بتلعبش فرق عالية المستوى قوي عشان ما تدخلش في صدام بقى، صراع ما بين عندك المخزون اللياقة البدنية هل هيسعفك ولا لا، هل كمان الفنيات بتاعتك هتسعفك ولا لا، انت بتلعب مباراة لمجرد انك بتخش بس في الفورمة بتاعتك. ده اللي عمله مستر لاسارتي، وحتى بما فيهم انتهاء بمباراة النهاردة مباراة البلاستيك برضو لتجربة اللاعبين، للخوض في الماتشات، لحساسية المباراة، حساسية المباراة بتبقى مختلفة عن التدريبات، يعني مهما دخلت ومهما اتدربت، مهما كان عندك فرصه انك تتدرب يوم مره او مرتين في اليوم، حتى لو اتدربت طول السنه، مجرد انك بتلعب ماتش ودي ده احساس مختلف خالص يا كابتن حضرتك عارف، طبعا كابتن شريف عارف ان الاحساس الماتشات بتبقى مختلفه بشكل كبير عن التدريبات، مهما كانت قسوه او نوعيه التدريبات وقوتها. ده اللي عايزين نوصله للجمهور، جمهور النادي الاهلي، ان النهارده المباراه زي ما حضرتك بتقول يا مهمه جدا حاجه تجريبيه، حتى يعني حتى النهارده لو المستوى والاداء ما عجبش بعض الناس برضه مفيش خضه يا كابتن، فاهم قصدي؟ يعني مفيش قلق من الحته دي، لان انت بتجرب النهارده برضه بالتشكيل اللي احنا شايفينه، تشكيل فيه تجربه ما بين هلعب ب 4 3 3 او هلعب ب 4 3 2 1، عايز تجرب هل ممكن الزمالك تغير طريقه اللعب وتدي بعض المهام لبعض اللعيبه، او هل ممكن تستقر على هذا التشكيل وتغير الخطه وتدي مثلا وتخلي النادي الاهلي يلعب بطريقه مختلفه وتدي مساحه اكبر في الحته الهجوميه للثلاثه اللي موجودين قدام. برضه مستر لاسارت بيفكر كل الماتشات الحبيه عشان تفكر وعشان تجرب وعشان تشوف اللعيب، النهارده بيدخل وليد سليمان لا جاي من المنتخب، النهارده بيدخل محمد شناوي برده لعيب راجع من المنتخب عشان برده يديهم حته الماتشات، عشان برده يحسسوا ان خلاص احنا دخلنا في بطوله ثانيه، عدنا يعني خلاص، يعني في عوده مره اخرى لماتشات الدوري للماتشات الرسميه، تدي له بس الاحساس، مجرد الاحساس اسلام. فالنهارده طبعا اكيد مباراه مش اهميتها انك بتلعب ماتش ودي عشان تثبت ذاتك او عشان تشوف القدرات الفنيه اللي عندك، بقدر ما هي تاخد تجربه بتمثل لك تجربه فنيه لاعاده يعني الوضع نفسك مره ثانيه في الحته الفنيه. تمام كابتن فتحي، يعني تشكيل مختلف عن نهايه المباريات الرسميه لما شفناها النادي الاهلي كان بيلعب بطريقه مختلفه، النهارده وجود حمدي فتحي وعاشور والسلية، هذا الثلاثي معناه ان انت بتلعب بثلاثي في وسط الملعب، ما بتلعبش باثنين وقدامهم واحد، هل كلامي مظبوط ولا حضرتك شايف؟ لا 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 صح كده، بس هو كمان بيعتمد يعني هو يمكن نقول ثلاثه في بعض الحالات ممكن يبقى أربعة، لأنها بيعتمد على الشحات
الظهير يمين باك رايت ممكن ياخد دخله معاهم يعني ممكن تلعب 3 4 يعني هو ممكن احنا بنقول طبعا كل دي احتمالات وكل دي فرص للتجارب انه اصل الشحات يلعب في الحته دي هو بيجيدها ولعب قبل كده في المكان ده وبيجيد في الوسط فممكن هو عايز يلعبه هنا على اساس انه يستفيد بيه اكتر ويلعب بثلاثة بس ورا ويستفيد بثلاثة في أربعة في النص يبقى عنده الثلاثة أربعة يبقى زائد الثلاثة اللي قدام يبقى هو عاوز يغير في طريقة اللعب هيبان كل ده في التجارب اللي هو عاوز يعملها أو بالفكر اللي هو عايز بيفكر فيه وزي ما نقول عاوزين يقرب اللعب زي أنت أما بتروح تاكل أكلة بيجيبوا لك حاجات كده فاتح للشهية فالمباراة الودية دي ما هي إلا فاتح للشهية للعيبة هو عمر عمل التغيير ده في نهاية الدوري في الماتشات اللي طلع حد من ناحية اليمين ولعب بالشحات باك رايت هي بس هو دلوقتي برضو في تغييره حصلت في التشكيل دلوقتي حالا احمد فتحي هيلعب مكان وليد سليمان وبالتالي احمد فتحي هيلعب باك رايت ومن امامه اكيد حسين الشحات لانه يمكن وليد بقى حاولوا تجيبوا لنا يا جماعه كريم برضو من ارض الملعب نعرف ماذا يحدث في ارض الملعب ولماذا تغير تشكيل المباراه يعني التشكيل كان معلول نجيب رامي حسين الشحات حمدي فتحي عاشور السوليه وليد ازارو رمضان صبحي ولكن دلوقتي احمد فتحي وليد خرج من التشكيل واحمد فتحي هو اللي نزل وبالتالي لعب احمد فتحي اكيد احمد فتحي اللي هيلعب بكره يبقى دي تجارب للتجارب نعم يعني هو لا ممكن يكون لا هو ممكن يكون وليد لا قدر الله بس مش عايز اقول عشان هو مسخن هنشوف بقى دلوقتي هنشوف هنحاول يعني نجيب كريم من ارض الملعب نعرف منه افضل يعني. بقى مش لاقيه خالص هلعب اربعه بقى في النص هلعب ثلاثه ورا بقى عندي عايز سؤال انا بدور عليه دلوقتي انا برجع لاجيري ولا ايه يعني مش لاقي دلوقتي لا بلاي ميكر في ولا وصلت بتاع على فكره سولية. مش كل بلاد العالم بتلعب ما هو لا ما هو انا عندي كمان نوعيه لعيبه لازم انا اجري ازارو العب كوره يعني هيجي ناحيه الشمال مثلا عندنا مفهوم ان احنا في رمضان معلقه بمعلول بتحركات هل ممكن يعني ان انا يعني مش هلعب بثلاثه ديفندر النادي الاهلي يعني هل في مباراه زي دي انا ممكن اكشف كل اوراقي افرض انا عايز اعمل مفاجاه معينه يعني انا محتاج اشوف حد معين يعني ما اعرفش اخر ماتش طبعا انتوا اساتذتنا يعني بتقولوا لي اخر ماتش يحب يعني مباراه تدريبيه تجريبيه هل عنده اصابات تدريبيه عشان ادرب تجريبيه عشان اجرب يعني هي بتجمع الاثنين مش مباراه رسميه ان انا بدرب لعيبتي عشان يجربوا حاجه كل ده ما ينفعش حتى الا في المباريات الوديه يعني ده المثلث ده المثلث ما يعني التسميه لهذه المباراه مثلثها ايه مباراه تدريبيه بنعملها امتى في المباريات الوديه كلها يعني هو ده يعتبر اسم المثلث لهذه الفتره من المرحله ان انا بدرب فرقتي عشان يتدربوا تدريب فبجرب حاجه انا بعملها وبجربها ليه اجربها امتى بقى في مباراه اني مباراه دي رسميه لا في المباريات الوديه فدي اللي هي ممكن مقصود بيها بلال في نقطه طيب معلش يا بلال خلينا نروح لكريم احمد معلش انت وشك حلو على الناس بيروحوا له عشان نعرف لسه طيب لسه يا كابتن بلال اتفضل في نقطه بس بسرعه بقى بلال عشان قبل ما يجي بسرعه كده في نقطه بس مهمه عايز اقولها يعني في الحته دي فكره انك بتلعب 4 3 3 دي فكره خد بالك فكره برده جيده مش فكره سيئه يعني ان انت بتدي مهام كبيره جدا للثلاثي الامامي ان هم يشتغلوا بشكل كبير جدا بنسبه 90% او 80% في الناحيه الهجوميه ما بقاش عندهم اي مهام دفاعيه في حاله الدفاع وبتعتمد على الثلاثه اللي في خط الوسط هم اللي يقوموا بالحته الدفاعيه دي الثلاثه الميد فيلدرز مع بعض المهام لمثلا لعمرو السوليه اللي هو اللاعب الميد فيلدر ان هو ممكن يكمل في الحته ويقوم بدور البلاي ميكر تفتكر ودي خد بالك بيستخدمها مدربين كتير يعني اوقات كتيره بتلاقي مدربين بتستخدم الحته دي يعني ان هو على سبيل المثال فتحي وعاشور يعني كلوب بيستخدم بيلعب بنفس الطريقه بنفس التشكيل ما عندوش البلاي ميكر الواضح الصريح ما عندوش لاعب رقم 10 وبيعتمد على الثلاثه بتوع نص ملعب بعد ماكتوني طبعا اعتمد على نص ملعب والثلاثه اللي قدام مديهم مهام هجوميه فقط انت النهارده ما بقيناش نشوف صلاح بيروح بيوصل لل 18 عشان يدافع يا كابتن ولا ساديو ماني بيرجع لحد ال 18 عشان يدافع بقى عندهم كتله قوه هجوميه وعدد في الناحيه الهجوميه عشان كده من افضل الفرق اللي موجوده في العالم بتعمل هجمه مرتده لانه ما بيلعبش لعيب واحد او اثنين قدام بيلعب ثلاث لعيبه دايما موجودين في الحته اللي قدام وبيكمل معاهم واحد من نص ملعب هو ده اللي بيقوم بحته صانع الالعاب الثلاثه الميزه اللي في الحته دي ان الثلاثه اللي موجودين قدام يقدروا يصنعوا ويسجلوا ايوه
الكلام ده يعني الطريقه دي 4 3 3 تتماشى مع 2 بيلعبوا على طرف الملعب عندهم امكانيه الصناعه وعندهم امكانيه التسجيل. طيب معلش عشان معانا كريم احمد من ارض معنا عشان مهم جدا نعرف ماذا حدث في تشكيل المباراه. يا كريم حمد الله على السلامه وعود حميد لمختار التتش. بقى كابتن اسلام حبيبي ربنا يخليك. طبعا بقول لك الله يسلمك وتحياتي ليك وتحياتي لنجوم كابتننا الكبار في الاستوديو التحليلي وكل جمهور النادي الاهلي. انا عايز ابدا معاك سريعا بالتشكيل لان يمكن كان في كده بعض اللعيبه نزلت الاول، ولكن ابدا معاك بسريعا. الشناوي في حراسه المرمى، خط الظهر من اليمين للشمال احمد فتحي محمد نجيب رامي ربيعه علي معلول، في المنتصف حسام عاشور عمرو السليه حسين الشحات رمضان صبحي وليد سليمان ووليد ازارو. عدد كبير جدا شفناه يمكن خرج من القائمه الخاصه بيه المباراه بيتدرب، لكن هيكون في استعانه ببعض العناصر، لكن ده التشكيل الرئيسي الاساسي ويمكن باين كمان في الخلفيه اللعيبه بتؤدي عمليات الاحماء. تاني يا كابتن اسلام معاك من جديد، الشناوي في حراسه المرمى احمد فتحي محمد نجيب رامي ربيعه علي معلول عمرو السليه حسام عاشور حسين الشحات رمضان صبحي وليد سليمان ووليد ازارو. يعني يمكن ده الاختيار اللي تم في التشكيل من قبل الجهاز الفني بقياده مستر مارت لاسارتي المدير الفني، لانها المرحله الثالثه والاخيره. يمكن هو كان نازل يا كابتن اسلام في البدايه، لكن بالفعل كان في تعديله بسيطه جدا وليد سليمان مكان حمدي فتحي. المهم ان هم كويسين، ما فيش اصابات ولا حاجه ولا حد بيسخر ولا حاجه. بعض يمكن كان في دور مستر مارت كان هيحاول ان هو يقوم. لا كل اللعيبه جاهزه، لكن هي اختيارات بالنسبه للانطلاقه بالنسبه للمباراه. لكن حمدي جاهز اكيد هيشارك في جزء كبير من المباراه وممكن الشوط الثاني، وعدد موجود يمكن شايف بره دلوقتي جونيور اجاييه جيرالدو محمد دهاني حمدي فتحي احمد الشيخ، عدد كبير من اللعيبه كمان هيشاركوا في الجزء الثاني من المباراه او الشوط الثاني بالتحديد. لكن زي ما ذكرنا هذا التشكيل الاساسي اللي هيخوض بيه النادي الاهلي، وبناكد من خلالك وبناكد لكل جمهور النادي الاهلي جاهزيه رمضان صبحي واحد من النجوم. بالفعل رمضان بيؤكد جاهزيته للمباراه القادمه ان شاء الله، مباراه المقاولون العرب ان شاء الله النهارده، يحافظ على نفسه بشكل كبير. اكيد مستر مارتن عايز يطمن عليه النهارده في المباريات. بنتمنى كمان فريق البلاستيك ما يبقاش فيه اي احتكاكات، وعايز كمان اكد لك على التشكيله الخاص بفريق نادي البلاستيك في حراسه المرمى. كريم حمدي خط الظهر من اليمين الشمال احمد عاطف اسامه صبحي خالد عبد الناصر محمد جمال، في المنتصف تريكا امامه اثنين محمود عبده وامير رجب، على الاطراف محمد عماد كريم زيدان وفيرود وحيد محمد عبد العزيز. ده التشكيل الخاص بنادي البلاستيك. ان شاء الله كابتن اسلام تكون مباراه جيده، نادي الاهلي يستفيد بجرعه تدريبيه بدون اصابات بدون اي اجادات، ويستفيد ايضا كمان الجهاز الفني في كل الجمل اللي كان بيحاول يطبقها في المعسكر الخاص باسبانيا. وان شاء الله باذن الله يكون النادي الاهلي متاهل للمباراه القادمه وهي مباراه المقاولون العرب. انا معاك يا كابتن اسلام لو في اي استفسارات. لا احنا بس كنا عايزين نطمن على التشكيل، وبالتالي هل من الممكن ان نرى تشكيل 11 واحد مختلف في الشوط الثاني ولا لسه مش عارفين؟ تاني يا كابتن اسلام معلش بقول لك، يعني هل الشوط الثاني هيبقى 11 لاعب مختلف غير ال 11 اللي موجودين، ولا هيبقى تغييرات بسيطه بس؟ من الواضح يا كابتن اسلام هيكون في عدد كبير، يمكن اللي ذكرتهم يمكن ثلاث لاعبين جيرالدو اجايو محمد هاني وحمدي فتحي واحمد الشيخ متواجدين بره، يعني ممكن يكون عدد قليل من اللعيبه، وفي لعيبه كمان بتتمرن ممكن يتم الاستعانه فيها. لكن من الواضح من خمس ست لعيبه ممكن يتغيروا في الشوط الثاني بالنسبه لمباراه الاهلي والبلاستيك. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد. معلش حصل كل شويه التشكيل، زي ما حضراتكم عارفين المباريات الوديه دايما بتبقى كده، لكن برضو تشكيل النادي الاهلي معلول ونجيب محمد نجيب ورامي ربيعه واحمد فتحي باك رايت، ثم عمرو السليه وحسام عاشور اثنين ديفندرين، وحسين الشحات وليد سليمان رمضان صبحي، وفي الامام وليد ازارو. ده تشكيل النادي الاهلي او بدايه التشكيل الاساسي للنادي الاهلي في مباراه اليوم الوديه في الشوط الاول. كده رجعنا تاني يا كابتن شريف يا كابتن فتحي عشان حضراتكم اتكلمتوا عن هذا الموضوع، لموضوع ان احنا بنلعب بالطريقه التقليديه اللي بيلعب بيها دائما النادي الاهلي 4-2-3-1. هو بيلعب 4-2-3-1، يمكن كمان بصنع العاب زي ما كنت حضرتك عارف، هيبقى على اعتماد ان حسام عاشور هو اللي هيبقى متاخر، والسليه هو اللي هيديله فرصه ان هو يتقدم عشان يزيد مع الثلاثه اللي في النص يبقى 4، يبقى هيبقى في الحاله دي 4-1-4-1، ان هو ممكن ده الشكل اللي احنا هنقراه من على الورق، احنا طبعا ما شفناهوش، لكن ده التخيل. شوف يا كابتن اسلام كابتن شريف كابتن نادر، اي مدرب في بدايه الموسم وعايز محفظ لعيبته حاجات، فهو بجاي عايز يشوف هل اللعيبه دي
الحاجات اللي احفظها لهم وقعد فيهم والضربات الثابته ازاي والتحركات ازاي لما تكون الكره الهجمه من ناحيه اليمين بنتحرك ازاي هجوميا. طب لو الهجمه علينا من ناحيه اليمين احنا ازاي بنقف دفاعيا؟ نفس الحكايه من ناحيه الشمال. طب لو من النص بنعمل ايه؟ طب لو في نص ملعبنا بنعمل ايه؟ طب في نص ملعبهم بنعمل ايه؟ كل دي بيعيد زي الواحد اللي بيذاكر وبيجي ليله الامتحان بيعيد على كل المقرر، فهو عاوز يعيد على كل المقرر النهارده في كل ده. هيبان امتى؟ من خلال الشوط الاول. اجتهادات مننا كلنا طبعا بخبراتكم الكرويه، كل واحد فيكم عنده خبرات مخزون كروي كتير مع مدربين ومع خطط وطرق، واحنا من خلال المدربين وتعاملنا في الكرة العالمية هو بيحاول بقدر الإمكان أنه هيغير من شكل أداء الواجبات، مش طريقة اللعب بقى، هيغير من خطة اللعب. خطة اللعب إيه؟ اللي هي الواجبات اللي هيديها للعيبة، أشوف هي دي لو هو هيطور، وده اللي هيعمل لنا ضربات ثابتة زائد الشغل التاني اللعب الجماعي اللي هو كان مفقود مش للنادي الأهلي، مفقود لمستوى مصر، فاحنا ان شاء الله نشوفه مع النادي الاهلي. تمام كابتن شريف وليد سليمان، حضرتك كنت بتتكلم على عدم وجود او يعني في التشكيل الاول اللي جالنا من ارض الملعب جالنا ان ما فيهوش وليد او يعني ما فيهوش بلاي ميكر واضح، دلوقتي خلاص اصبح البلاي ميكر واضح بالنسبه لحضرتك. يعني هو التشكيل رمضان وليد السحسين ابسط شيء، انا بدور على نقل الحركه، انا مش مسميات وليد او صالح او اي اكس، يعني اي اكس بيبقى موجود هو بس اللي بيعرف يستلم الكوره، خاصه ان انا دايما بطمن على النادي الاهلي في انطلاقات الاطراف بتاعته. فالانطلاقات الاطراف يعني سوليه ووليد سليمان هشوفهم دايما قريبين من منطقه الجزاء، هو ما بيقوموا بدور الغزوات اللي هي بيمد ازارو او بيمد رمضان او بيحصل انطلاقات من ناحيه ثانيه، بيبقوا محضنين الملعب يعني سبورت للعيبه كلها وهي بتتحرك، هو ده اللي انا اللي بشوفه. يعني انا شفت في اخر مباراه بس يا اسلام ان في لغه بين صالح جمعه وازارو، حتى ماتش الاسماعيلي او ماتش ايه اللي راح لعبها له سروب باس حطها بدماغه الاسماعيلي، انا ما اعتقد راح هو معدي الجون على طول، في لغه وفي اتفاقات بينهم وبين بعض. المصري برضه حد عمل لعيب جاي في مهمه انه يغذي الراجل السريع بتاعنا او يغطي المنطقه دي، من ان هو دايما عنده الفكر ازاي يعمل الجود باص مش المس باص، المس باص ده هو اللي بيودي الفرقه كلها في ناحيه تانية خالص او في مشاكل. نعم. فهو انت دلوقتي حليتها لي على مستوى الاطراف في وجود اسلام ووجود فتحي ووجود وليد، وعلى مستوى كمان الاستلام كلاعب كوره بيبني هجمه او عنده غزوات. رجعت العب تاني ولا ايه؟ وانا رجعت العب تاني اسلام، انا قلت اسلام هيلعب بقى ناحيه اليمين، انا قلت فتحي ماشي، انا عايزك تلعب تاني لو عليا انا. تمام كابتن بلال، يعني كده اعتقد واضح جدا بالنسبه لكل الناس ماذا سيحدث او اللي عايز يلعب بيه النهارده، ولكن هل بنعتبر ده ان ده التشكيل اللي هيبدا بيه في مباراه المقاولين؟ لا بص، انا بالنسبه لي مش واضح قوي بصراحه. يعني انا يعني التشكيل اللي موجود، يعني انا اتفق مع راي كابتن شريف، طالما انت بتلعب بلاي ميكر او بتلعب واحد رقم 10 او 9 ونص ده طبيعي، هم حاله من الاثنين، يا اما واحد يكون عنده امكانيه صناعه اللعب فعلا او نعمل أن يساعد المهاجمين الثلاثه المهاجمين في الثرو باسز اللي بتتلعب ويكمل، يا اما واحد يكون عنده امكانيه انه يلعب فيرود ثاني يكون موجود داخل ال 18، هي الحته اللي تحت دي، الحته اللي تحت الفيرود، يا واحد عنده امكانيه صناعه اللعب زي صالح جمعه او وليد، لا مش وليد يا كابتن ما اقصدش، لا صالح جمعه على الحته دي، صالح بلاي ميكر مثلا هو صالح جمعه اخر وقت كان بيأديها بشكل كويس قوي، يا اما بتلعب الفيرود الثاني يا كابتن يبقى هو المتحرك من تحت وليد ازارو، خاصه ان ازارو من اللعيبه اللي بتروح على اطراف الملعب كتير جدا، فبيحتاج واحد يكون موجود معاه في ال 18 قريب منه، دي الفكره انا بتكلم فيها. هل وليد هيعمل كده؟ وليد لما بيلعب في الحته دي عنده الناحيتين، هل هو اللعيب اللي رتمه ان هو هادي شويه؟ وليد ريتمه سريع شويتين ثلاثة، يعني دايما بيحب ياخد الكرة، هو دي طريقة لعبه، خد بالك يعني في واحد إمكانيات مثلا، أنت مثلا لما بتلعب باك رايت أنت لا من قبل ال 18 تعمل الكروس، فأنا خلاص أنا قاري، أنا كفرويد عارف إن إسلام مش لازم يوصل لحد الخط عشان يعمل الكروس، من ال 18 ابتدي يرفع، فأنا خلاص أنا عارف إمكانيات اللعيب الموجودة قدامي، في لعيب تاني لا لازم يروح لحد الخط ويعمل فدي امكانيات، هو وليد عنده سرعه، هو دايما بيشتغل من السرعه من الحركه، ما عندوش حته انه يقف ويتفرج ويبص ويعمل ثرو باس، ما عندوش الحته دي، فانا بالنسبه لي الحته دي يعني مختلفه شويه. هل انت مثلا بتجرب عشان تحط وليد يكمل مع جنب وليد ازارو في بعض الاوقات، ولا انت بتجرب لعيب يلعب في الحته دي؟ لو بتجرب لعيب يلعب في الحته دي عندك المساحه النهارده انك تتفرج، بس مش ده الحكم.
مش مباراه النهارده. أيوه هو ده اللي انا عايزه. بالظبط مش هو ده الحكم، لكن متاح انك تجرب، متاح انك تجرب يا كابتن. لكن هل هي دي الطريقه اللي هتتماشى؟ جربناها قبل كده واتضح في بعض الاوقات ان وليد سليمان المكان الطبيعي بتاعه انه يلعب على الطرف من اطراف الملعب، يا اما يبقى مش عايز اقول فارود الثاني المتحرك، لانه برده ما بيوجدش حته التحرك في ال 18 بشكل سريع، او يوجد اللعب في الكرات العرضيه، هو ما عندوش الحته دي. ولكن نتفرج النهارده برده فرصه للتجربه من فريق برده ساعه يجرب التحركات بتاعت اللعيبه، فرصه النهارده لكل اللعيبه انها تشتغل. التشكيل الاقرب ان هو يكون التشكيل اللي ممكن يبتدي بيه باستثناء ممكن لاعب او اثنين، ما اعرفش مين ممكن يكون البديل. هنشوف الطريقه الثانيه مع اللعيبه اللي هتنزل الشوط الثاني، ممكن ده متوقع ان هم يلعبوا، ممكن يكون في عنده فكر ثاني، ممكن يكون عنده طريقه لعب مختلفه، ممكن يلعب باثنين فراغ في بعض الاوقات، لانك انت برضو مطالب في بعض الاوقات لو انت متاخر انك تغير سيستم اللعب. يعني الكابتن اتكلم في 4 2 3 1 وبعدين 4 1 4 1 ودي الاقرب انك تلعب بيها النهارده في الحالات الهجوميه، انك يكون عندك 4 في الناحيه الهجوميه ومن تحتهم عاشور هو الراجل اللي ايه الستاره بتاعت نص بتاع نص ملعب. ممكن تغير طريقه اللعب توصل ل 4 4 2 في حاله ان انت مثلا متاخر، او في حاله ان انت متعادل وعايز تكسب وتسجل اهداف. فممكن نشوف النهارده طرق لعبه مختلفه مع مستر لاسارتي، بس مين اللي هينفذ دي حاجه بتاعته؟ ممكن اشوف الكلام ده لو انا ما عنديش ماتش جاي، اللي هبتدي بيهم دول وهيشوفوا الشكل اللي هو ده القوام الاساسي بتاعي اللي انا هبتدي بيه، اقرب لعيبه اللي انا بفكر فيها. انما انا ما بقاش شايلهم الهاف تايم الثاني اللي هم دول اللي هلعب بيهم، الا في حاله اللي في حاله عايز اخبي حاجه، عايز اعمل حاجه. لا يا كابتن ممكن ابقى عايز اخبي حاجه، ما هو مصر كلها هتقعد تتفرج على الماتش ده. لا هو عايز يعمل اي مفاجاه مثلا، ما تعرفش هو اصل وجود مثلا وليد سليمان غير وجود صلاح جمعه هيفرق حتى في طريقه اللعب زي ما بلال قال. يعني وليد سليمان وجوده غير وليد غير سوري وجود صالح. صالح هيقف وهيعمل وهيلف وهيرقص وهيعمل ثرو باس وهو مدي ظهره، وليد مش كده، وليد العكس من مسافات طويله. من مسافات طويله، وبالتالي هو عايز يعمل حاجه. يعني أو صالح انا ما سمعتش اسمه خالص النهارده، يمكن هو بره خالص، ممكن يكون ممكن يبقى بره خالص. بس بره ليه؟ ما اعتقدش. لا يعني يكون في اجهاد في حاجه، ممكن ما يبقاش جاهز. هنعرف بقى، ما هو كل ده احنا هيبقى جاهز مش جاهز مثلا. عموما هنعرف ماذا سيحدث، ولكن خلينا نطلع نشوف تقرير عن مباراه النادي الاهلي ونادي البلاستيك، مباراه وديه اخيره قبل بدايه نهايه او بدايه الموسم الجديد. يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي ودية جديدة أمام البلاستيك في إطار تجهيز المارد الأحمر لاستئناف مباريات الدوري أمام المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، وأيضا في الختام أمام الزمالك يوم 28 يوليو. المباراة التي سيكون فيها حسم اللقب الذي يسعى له الأهلي في إطار الحفاظ على لقبه الغالي. الأهلي خاض معسكرا ناجحا في إسبانيا حقق فوائد كثيرة للفريق الأحمر سواء على الجانب البدني أو الفني، وذلك من أجل أن يكون جاهزا للمباريات المقبلة ثم انطلاقة الموسم المقبل التي يسعى من خلالها لحصد كافة البطولات التي سيشارك فيها لإرضاء طموح الجماهير الحمراء التي تتمنى دائما أن ترى فريقها على منصات التتويج. المارد الأحمر خاض 3 وديات تدريجية في معسكر إسبانيا، أصبح جميع اللاعبين جاهزين للمشاركة في مباراة المقاولون العرب فيما عدا المصابين وهم سعد سمير، كريم ندفد، شريف إكرامي. الجهاز الفني للأهلي يرى أنه حقق ما يريده، خاصة أنه كان في مكان مثالي وبعيد عن الضوضاء لتركيز اللاعبين في التدريبات لتحقيق النتائج المرجوة. الأوروغوياني مارتي لاسارتي حريص على تطبيق الخطط الفنية والتكتيكية خلال ودية البلاستيك، هي التجربة الودية الأخيرة قبل مواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، لا سيما وأن المارد الأحمر دائما ما يرفع شعار الفوز فقط في أي مباراة يخوضها وفي أي مسابقة يشارك فيها، فهو صاحب التاريخ الكبير وصاحب الرقم القياسي في البطولة المفضلة للمارد الأحمر وجماهيره. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. مش هنعرف نقول لكم احتياطي يعني، لان النهارده ممكن نلاقي ال 33 لاعب اللي كانوا في المعسكر ولا 34 لاعب بيلعبوا، وممكن يلعب نص ساعه في نص ساعه في نص ساعه. هنشوف يعني ايه اللي هيحصل اثناء هذه المباراه. كابتن فتحي، يعني هل بقى لعيبه المنتخب تحديدا، وطبعا امام حضراتكم ملعب مختار التتش بعد ما ده اللي انتوا حضراتكم شايفينه ده
يعني ده حاجه سريعه جدا كده لشكل الملعب مختار التتش. ده الصيانه اللي هي قعدت ايه 3 4 اسابيع. دي صيانه الملعب اللي قعدت 3 4 اسابيع. حضراتكم شايفين الملعب عامل ازاي. وصالح موجود اهو كابتن كمان. جيرالدو ف جاي محمد هاني. محمد هاني وصالح واجاييه وبقيه اللاعبين الحقيقه كلهم متواجدين. طيب كابتن فتحي لعيبه المنتخب او لاعبي الاربع لاعبين المنتخب النهارده مثلا الشناوي وليد سليمان لسه فاضل ايمن اشرف ومروان ومروان محسن. وخليني اكلمك برضو عن معلول وجيرالدو. هل نفسيا اللعيبه دي جاهزه؟ الاربعه الحقيقه انهم معلول تحديدا كمان هو لا معلول عنده النضج الكروي والذكاء وكده ان هو يخرج من الموضوع ده. حتى هو خرج بدليل كان مع فرقته بيشجع وعادي جدا كلاعب محترف وعارف اذا كان مدربه ظلمه او لم يوفق المدرب من سوء حظه انه ما خدش علي معلول مش من حسن حظه يعني. ف علي معلول ما فيش خوف عليه. اما جيراردو هو اصلا مش هو اللي كان حيصنع الفارق ان هو بيلعب وما بيلعبش. النوعيه دي في البلاد دي يا كابتن اسلام ما بتتاثرش زينا هنا. احنا عندنا هنا وجزء من الدول العربيه عاطفيين شويه يعني نتاثر ما لعبناش ونتاثر ونزعل وكده. اما النوع الافريقي ما ولا بتفرق معاه ولا بتاثر معاه يعني. جيراردو ده جاي بيلعب خلاص مش فارقه لعب ما لعبش ايه يعني هات يعني خلاص انتهى كل شيء. لكن هو معلول برضه لحسن حظنا انه فعلا لاعب متميز لاعب ناضج لاعب عنده فكره عنده رؤيه حاسس بنفسه عنده ثقه في الله وفي نفسه عارف ان هو راجل كويس عايز ينزل بقى دلوقتي. هو واخدها تحدي يعني هو واخد الموسم ده تحدي له في نفسه ولمدربه اللي هو ما خدهوش عشان يندمه ان انت ما خدتنيش مش ان هو بقى هيبقى فاقد الثقه وفاقد كل حاجه. الكلام ده لو كان هو في تونس كان ممكن يعمل الكلام ده لكن ده هو عاوز يعملها هنا عاوز يثبت للناس انا هو علي معلول. لعيبه المنتخب بقى بالنسبه لمروان المنتخب بالنسبه لمروان والشناوي طبعا الشناوي المستوى اللي وصل فيه ما تقدرش انك انت تيجي دلوقتي تقول له ابعد لان هو معلش يا كابتن انا اسف ده لقطات مباشره من ملعب مختار التتش مباراه بث حصري لقناه النادي الاهلي للمباراه الوديه ما بين النادي الاهلي ونادي البلاستيك. اتفضل يا كابتن. فطبعا هو ده بالنسبه اما بالنسبه لمروان محسن وايمن اللي ما بيلعبوش هو يمكن لان مروان كان في البطوله ولم يوفق وكان ظروفه كانت صعبه فده اللي يمكن محتاج شويه معامله نفسيه او معامله خاصه ان انت تقربه تاني وتشيل منه الفكر اللي هو بتاع البطوله وخصوصا البطوله لا زالت مستمره يعني. هو مروان كان بيفكر ان كان المفروض النهارده هو بدل ما هيلعب الساعه 6 هيلعب الساعه 9 يعني هو كان متخيل كده يعني كان احد الافراد اللي كان ممكن. فيمكن هو بالتالي ان هو ما شاركوش. اما بالنسبه للشناوي فاللي بيشفع للشناوي ان هو اختاروا احسن لاعب وبقى متميز وانت عارف ان هم مختارينه بعد المباراه دي هيروح الاستاد على اساس احتمال يكون من ضمن الحراس المتميزين اللي هيتكرموا النهارده بالنسبه للمباراه. اروح الغردقه. طيب مارتن لاسارت يا عم نيو لوك ايه؟ كابتن شريف غير شويه تحب انت الحاجات دي قال لك يمكن دي كاس متعب الحاجات دي انت يا كابتن شريف على النيو لوك تغيير النيو لوك رب شرب ودقني رب كل حاجه تتغير يعني ان شاء الله كل حاجه تتغير ان شاء الله كل حاجه. طيب برضه يا كابتن ميه لا ده يعني الحقيقه الملعب كان خرطوم كان خرطوم واحد يقعد عم خليه كل واحد فينا يرش فيه شويه سيد. طيب بالك احنا غلبنا كابتن فتحي واحنا لعيبه برضه كنا بنجننه وهو بيسخننا يعني. لا والله. طيب كابتن شريف الشناوي تحديدا زي ما الكابتن فتحي بيتكلم على ان هو بعد المباراه مباشره هيسافر الغردقه عشان يحضر حفل اختيار الافضل في كاس الامم الافريقيه. من الممكن ان نرى محمد الشناوي افضل حارس في هذه البطوله. هل ده من الممكن ان يؤثر عليه بشكل سلبي او ايجابي؟ لا لو ان شاء الله اختير ان هو من احسن حراس المرمى هتدي له دفعه قويه ان هو
كان بيلعب البطوله وعنده امل ان هو ياخد البطوله ويطلع احسن حارس، فيبقى حصلت دعم نفسي كبير ليه، وان هو حصل له تقييم الحقيقه وبشكل يخليه مستواه يبقى اقوى بقى في الفتره اللي جايه، ويديله الثقه اللي هي كابتن فتحي بيتكلم عليها بالنسبه للشناوي والعلي معلول وللناس دي كلها. علي معلول يا كابتن فتحي والشناوي والناس دي متقيمه اصلا، هم مقيمين نفسهم يعني، شاوم قايم نفسه، علي معلوم قايم نفسه، مش محتاج قصه الان جريس ويقول له انت تلعب ولا ما تلعبش، لا لا ده فوتبولر. انا ياما حصل لي اقصاء مثلا وحاجه كده يقول لك ايه لا عشان عايزين نجيبه صح فنريحه شويه، هو افترى هو مش شايف غير نفسه، اللغه كده كنا بنسمع عنها زمان فيها ضبط انضباط يعني. فحاله الانضباط دي وكان اللعيب بيرجع لوحده بالامكانيات اللي عنده. اعتقد امكانيات الشناوي كانت كويسه قوي، وكل ما حدث ليه قدر الله ما شاء فعل كانت ايجابيات بالنسبه له، ما كانتش سلبيات. اتكلموا على احمد ناجي انه احسن مدرب حارس مرمى، اتكلموا عنه ان هو من احسن حراس المرمى اللي هي موجوده، فكل يعني الوجوه وكل الشكليات بالنسبه للشناوي هي ايجابيات كلها. وانتم بتقولوا ان هو بكره هيسافر كمان في بؤر الضوء، ان شاء الله يمكن يكون ليه حظ ويقيم ان هو من احسن حراس مرمى البطوله. وان كنت انا كنت اتمناها ان هو عشان ما دخلش فيه غير هدف واحد مثلا ووصل للفاينل او كده تاني، ما كنتش اتمناها ان يطلع عندي الديفندر بتاعي وحاجه تزعل يا كابتن، دي حاجه تزعل تحزن يعني. واحنا كلنا بنتفرج حزنانين على نفسنا ان بؤره الضوء في 2-3 ورا وواحد حارس مرمى، انت عارف حاجه تزعل عشان انت عندك احسن حارس مثلا وكمان 3 مدور 16 يعني مش احسن حارس وخط البطوله. طبيعي طبيعي لما تبقى تاخد البطوله يبقى عندك احسن حارس واحسن الجول اللي دخل فيك خرجك واحسن بالظبط، ده طبيعي. لكن مش طبيعي يبقى عندك احسن حارس او بينافس على احسن حارس وانت طالع من دور ال 16، دي بقى الحاجات اللي بتبقى ايه يعني غريبه بالنسبه لنا. طيب عموما برضو يا كابتن بلال نصيحتك ايه اللي اثاره النهارده؟ انا بشوف الماتشات الوديه دي يعني فرصه كبيره جدا لاستعاده الثقه، تجربه، الحاجات اللي قلقان منها تشتغل عليها، الحاجات اللي خايف منها، الحاجات الانفرادات اللي انت بتروح تجرب تشتغل. يعني دايما في كل مباراه وديه بتلعبها يعني غير التمرين، طب التمرين انت بتلعب وكوم ما عندكش اي مخاوف، ما عندكش اي قلق، ما عندكش اي توتر بالنسبه لك، فبتلعب في التدريب ممكن تسجل اهداف زي ما انت عايز، لكن حتى في الماتشات الوديه بيبقى فيه رهبه شويه. ففرصه المباريات الوديه التجريبيه القليله دي انك تجرب كل الحاجات اللي انت قلقان منها، انك تشتغل على كل الحاجات اللي انت بتخاف تشتغل عليها. يعني انا وليد مثلا من اللعيبه لما بيروح انفراد من بدري بيحاول يشتغل، من بدري بيحاول يخلص، من بدري بيحاول انه يسجل اهداف، يعني الكره بيتصرف فيها من بعيد، ما بيحاولش يروح يرقص الجون مثلا، ما بيحاولش يروح يدخل جوه ال 18 ويحط مثلا السنتر باك في ظهره ويحاول ياخد بنالتي او يشتغل على الجول، لا، في حاجات لازم يشتغل عليها بشكل قوي جدا، الحاجات العرضيات ازاي اقطع القريبه، ازاي اقطع البعيده، الحاجات دي برده محتاجه انا كلعيب، مش مهم المدرب يعني يديني يشرح لي يقول لي اشتغل دي، انا خلاص انا النهارده لعيب بلعب في النادي الاهلي، هداف دوري عام، بلعب في منتخب او مرشح للعيبه اللي بتلعب في المنتخب، فبالتالي في حاجات كده ما ينفعش انت انا استنى مدرب يقولها لي، ازاي اتحرك في ازاي اعمل لينك مع اللعيبه الباك رايت والباك ليفت اللي موجودين عندي، ده بيرفع امتى وبيشتغل ازاي، وده بيرفع امتى وبيشتغل ازاي، في حاجات مهمه جات الكابتن كده انا كفرود لازم تبقى دي داخليه، حاجات بشتغل عليها انا شخصيا، حاجات ليه تخصني انا كلعيب كفرود داخل الملعب. فالنهارده فرصه بالنسبه له يجرب الشوط، يعني وليد برده من اللعيبه اللي بينزل تحت كتير وبيشتغل بس ما بيشتغل. يعني انا وليد الى الان في النادي الاهلي رغم انه كان هداف الدوري يا كابتن السنه اللي فاتت مسجل اهداف، بيعمل اسيست كتير جدا للعيبه، وبرغم ذلك ما شفتوش سجل هدف من بره 18 من شوطه خالص، فدي حاجه برضو لازم نطور بقى الحاجات دي شويه خلال الفتره دي، اشتغل عليها بشكل كبير، فرصه للماتشات اللي بدها يشتغل كده. اتفضل. انا نفسي في حاجه واحده، احس بسرعه رتم من نص الملعب بتاعي من التحضير، انما انا هتلاقي بص يا كابتن فتحي تك 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 والسويتش اللي بيحصل و التك تك، انا نفسي اخلص ربما منها. ربما يا كابتن شريف لا 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 انا اتخنقت. طب هنشوف. انا كمشاهد خلينا ننتظر. انا كمشاهد اتخنقت. طيب معلش يا كابتن عشان المباراه لعيبه النادي الاهلي نازلين لعيبه نادي البلاستيك، فعندنا ان شاء الله فرصه نتكلم بعد نهايه المباراه ان شاء الله، حتى لو ربع ساعه نتكلم عن المباراه وحضراتكم طبعا مكملين معانا، هنتكلم عن مباراه النادي الاهلي بعد انتهائها، وايضا
هنتكلم عن بدايه قبل بدايه مباريات او مباراه او المباراه النهائيه لكاس الامم الافريقيه. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنسيب بقى حضراتكم تتفرجوا على قناه النادي الاهلي من خلال مباراه النادي الاهلي ونادي البلاستيك اخر المباريات الوديه قبل بدايه انطلاق اخر مباراتين في الدوري العام القديم والموسم الجديد. هسيب حضراتكم مع معلق الرياضي فاروق صلاح وبعد كده ان شاء الله نقابل حضراتكم بعد نهايه المباراه.